30 شابا من مستويات علمية مختلفة وانتماءات أكاديمية متباينة خضعوا للدورة التدريبية الثانية للتحكيم بإسفاقس ضمن مشروع جمعية مناظرات تونس من أجل إكساب هذه الفئة آليات التخاطب وأساليب الحجاج وأدوات النقاش والإقناع. عدد الشباب اليوم تقريبا 30 هذوما من مستويات مختلفة، بالطبع فيهم أساتذة فيهم طلبة مرحلة الدكتوراه، فيهم طلبة مرحلة ثالثة، والأغلبية متاعهم هما تلاميذ وطلبة مرحلة أولى. اخترنا أنه السيزون الجديدة هذه تبدأ بدورة تكوينية، هذه نعرفوا بأسس المناظرة، نعرفوا بالجمعية متاعنا أكثر، نشاطات القادمة زادة، ونعطيهم عليها في ختام الدورة التدريبية هذه شهادة. الارتقاء بآليات الحوار والتأسيس لثقافة التعايش والقبول بالغيرية والاختلاف والتعدد والتنوع أهداف معرفية للجمهور المستهدف الشبابي من هذه الدورة. احنا الهدف من تأسيس الجمعية هو أن ننشر ثقافة الحوار، سبيسيالمون بعد الثورة وليت معناها ثم حرية تعبير، الناس كل وليت تتكلم، دونك أنا بزوا أن معناها نرتقيوا شوية في الحوار، في مستوى الحوار، وهذا الهدف من الجمعية. الهدف متاعي يعني أني ننشر الثقافة متاع المناظرة هذه في بلايز معناها مختلف البقاع متاع الجمهورية، ومنهم المعهد متاعنا في جابس. الهدف الأساسي هو تعلم أبجديات المناظرة وتعلم أبجديات التحكيم في المناظرة حتى نجموا أن نصنع ونبنوا نواة ناشطة ونواة فاعلة اللي تنجم تعرف بالفن هذا وتنجم تكون ممثلة وتكون فاعلة في الفن هذا. أكثر حاجة في المناظرة اللي تعلمنا إن كيفاش نتحاوروا، كيفاش نجموا نقنعوا غيرنا، كيفاش نلوجوا على حجج تكون حجج بناءة، مش جدل، ماهوش تعركة هي ولا حاجة، فهمت؟ احنا قاعدين نتحاوروا، فهمت؟ والله قواعد التحكيم ما كانتش لي عليها فكرة، معناها وأنا كمناظرة أنا نهتم باش نعرف كيفاش يعطوني النوت، كيفاش يحكموا بيناتنا شكون الفائز وشكون الخاسر. توا وليت معناها كيف نهار اخر نشارك في مناظره نعرف النوت هيك علاش كذا، نعرف اخطائي اكثر معناها انا كمناظره. ادب التناظر وادبيات الحوار واليات التحكيم محاور اساسيه لانشطه واهداف جمعيه مناظرات تونس. الدوره هذه والله هي جات في اطار التخطيط الاستراتيجي للجمعية متاعنا، اللي هي جمعية تهتم بثلاث مجالات. المجال الأول هو التبادل الثقافي الدولي بالنسبة للشباب، الدورات التدريبية في فن المناظرة والخطابة وكيفية يعني التفاعل. الحاجة الثالثة هي نقول احنا المباريات المحلية أو الوطنية أو الدولية. التناظر أو المناظرات هي إحدى أعرق آليات التواصل والتفاهم الإنساني عبر الحضارات الإنسانية، ضمنت حدودا دنيا للتوافق البشري والتعايش والتكامل. فأين موقع منابرنا السياسية المتوترة ومحاوراتنا الإعلامية المتشنجة من كل هذا؟